سؤاله الثاني يقول: ما هي المسافة التي يجب على من يريد المرور من أمام شخص يصلي أن يتركها ليكون بذلك خارجا من المرور بين يدي المصلي؟ المصلي له حالان، إحداهما أن يكون قد وضع سترة فليس لأحد يمر بينه وبين السترة، الثاني أن يكون ما وضع سترة، فأحسن ما قيل في هذا أنه يقدر بثلاث أذرع من قدمه، إذا كان فوق ثلاث أذرع لم يضر المرور. واحتجوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاث أذرع، بين قدمه والجدار ثلاث أذرع، قالوا هذا يدل على أن السترة تكون بهذه المسافة. هذا كله في حق من يصلي وحده، أما اللي يصلي خلف الإمام فلا يقطع صلاته شيء، الإمام سترة له، فالمأموم ليس له ليس في حاجة إلى سترة، ولو مر بين يديه امرأة أو حمار أو كلب أو غير ذلك لم يقطع صلاته. نعم.